بمناسبة عيد القديس جورجوس، ترأس المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس قداسا في مقام القديس في بلدة ماحص. وفي عادة القداس دعا سيادته المؤمنين أن يقتدوا بسير القديسين الذين ألهمون الإيمان بقداسة حياتهم. عاون سيادته في الخدمة الإرش مدريد خريستوفوروس حداد الرئيس الروحي لمدينة الفحيص والسلط وعدد من الأباء والشمامسة وحضور جمع من المؤمنين. وبذات المناسبة رأس المطران خريستوفوروس خدمة غروب عيد القديس جورجيوس في مزار القديس في السلط. عاونه في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين المحتفلين بالعيد. الحياة الأبدية مش هي فقط الحياة الآتية بعد ما نغادر هاي الحياة، ولكن الحياة الأبدية هي منعيشها من هون أبنائي، ونحن نعيش الحياة الروحية، ونحن متحدين مع بعضنا البعض برباط المحبة. قديش مهم إنه هذا الشيء نتذكره، ما يكون أفكارنا على الثاني، نحن حاملين أفكار سيئة بالقريب، ولا نكون ندين ولا نحكم على القريب، نفلت الحكم لربنا. بتذكر كلام أحد القديسين لما كان في أحد الأديرة، أجا أحد الرهبان وحكاله اللي في أدان راهب تاني، حكاله الأب الروحي، حكاله يا ابني أقمت نفسك محل الله، انتبه الله هو وحده البدين. عشان هيك أبنائي انتبهوا، خلينا كلنا ننتبه دائما، نخلي المحبة بس هي مزينة قلوبنا حتى نقدر إنه نلتقي مع بعضنا البعض برباط المحبة بيسوع المسيح القائم من بين الأموات.